سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله إن شاء الله ثابت على دين الله، لا يتزعزع، لا تحركه الأهواء والشهوات، وهذه الدنيا لا تأخذه من أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى ويظل هكذا، كما يقول الله تبارك وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما هي العوامل والوسائل التي تساعد المسلم على أن يثبت على دينه، خاصة وإن كان يعيش في بلد الفتن وفي بلد الحرام فيها أكثر من الحلال، والمعروف منكر والمنكر معروف، والشبهات والشهوات قد أحاطت به من كل مكان، فهو في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونقول أن أهمية هذا الموضوع أننا نعيش في مجتمع، في هذا المجتمع الأمريكي الذي قد أبيحت فيه معظم المحرمات، ما حرم في الكتاب والسنة أكثره قد أبيح حتى بالقانون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبح المسلم مفتون في بيته التلفاز، وفي الشارع العري، وفي العمل الألفاظ الرديئة، وهكذا، وهذا لا يخفى عن الجميع. فهذا يبين أهمية هذا الموضوع. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين أهمية الثبات على هذا الدين، ومدى تقلب القلوب وتزعزع النفوس، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ما معناه: أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالقلب الواحد يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد، وطبعا كل شيء يعني أساسه هو القلب، لأن القلب هو الذي يحب والذي يكره والذي يبغض والذي يعني تتأدى منه الأعمال قبل كل شيء. فالنية محلها القلب، والحب محله القلب، والتوحيد والإيمان كل هذا منبعه من القلب. وكما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن على هذا القلب غشاوة والعياذ بالله بسبب المعاصي التي يراها الإنسان في الليل قبل النهار، وفي النهار قبل الليل، وبسبب ما يعني يجترحه من المعاصي سواء بالنظر أو بالسماع أو باللمس، فالله سبحانه وتعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي بسبب المعاصي والشهوات التي قد ألمت وأحاطت بالإنسان يأتي على القلب والعياذ بالله غشاوة. فإذا صارت هناك غشاوة على القلب لا يستطيع المسلم أن يبصر بنور الله، ولا أن يسمع بتوفيق الله، ولا أن يتحرك بدافع من الله سبحانه وتعالى كما هو ينبغي أن يكون له عبد رباني، فيصبح والعياذ بالله هذا الران وهذه الغشاوة التي قد علت القلب تجعل ظلمة في القلب والعياذ بالله، وتجعل ضيق في الصدر والعياذ بالله، وتجعل بهذا الأمر تناول المعصية يصبح سهل على الإنسان، لأنه قد اعتاد النظر واعتاد السماع واعتاد اللمس، فتصبح المعصية سهلة وفي متناول يده، خاصة إن لم يكن هناك يعني من لا يردعه عن ذلك من القانون أو من الحياة أو من هذا ما هو متعارف عليه في البلاد التي قد أتينا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالقلب الواحد يقلبها كيف يشاء، مشيئة الله سبحانه وتعالى هي التي تتحكم في كل شيء من قبل ومن بعد.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فكل شيء بحكمة الله وبعلم الله وبقدر الله تبارك وتعالى. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر بأن الرجل يعمل بعمل أهل الكتاب بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى وعلمه بحكمته ونفذه بقدرته يسبق عليه، فيعمل بعمل أهل النار فيموت على هذا العمل فيدخل النار والعياذ بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها أي بينه وبين النار إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على ذلك ويدخل الجنة. إذن نحن لا نعلم المقادير، لا نعلم متى وأين وكيف سيكون هذا الموت إذا أتى الإنسان، والشيطان لا يترك الإنسان إذا أراد أن يهاجم، إذا أراد أن يجاهد، إذا أراد أن ينفق، حتى عند الموت دائما الشيطان يتلصص به ويحاول أن يردعه عن عمل الخير ويثبطه ويبعده عن ذلك، حتى عند الموت يرغبه في النصرانية أو اليهودية حتى لا يموت على ملة الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتنا على لا إله إلا الله، وكان يكون آخر كلمة من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا تقلب القلب ثم القدر الذي كتب على الإنسان ثم الأهواء والشهوات التي تلم بالإنسان ثم المجتمع الفاسد الذي يحيط بالإنسان والبيئة الغير إسلامية التي تحيط بالإنسان، كل هذه تجعل من هذا الموضوع أهمية كبيرة للمسلم أن يدرسه حقيقة الدراسة ويتعرف عليه حقيقة التعرف ويحاول أن يأخذ بهذه الأسباب التي تعينه على الثبات على دين الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة وهو المبعوث رحمة للعالمين يدعو بهذا الدعاء فكيف بي وبك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعيش في البيئة الإيمانية وهو الذي يزرع بإذن الله هذه البذور الإيمانية، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء فكيف بي وبك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم خطورة هذا القلب ويقول لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا، يعني القلب هذا كقدر على النار، فهذا القدر عند الغليان يفور ويتقلب الماء فيه، وكذلك قلب ابن آدم. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله. فالإنسان يعني دائما يفكر في هذا الأمر ودائما يكون على حذر، ولا يظن انه يعني قد اشترى وثيقه تامين بانه سيموت على الاسلام. ليس هناك امان وليس هناك ضمان، ليس هناك ضمان انك ستموت على الاسلام حتى لو كنت تاتي الى المسجد خمس صلوات. الرسول صلى الله عليه وسلم في مر رسول ابن مسعود رضي الله عنه، اسمع انس يقول اولا انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، لأن المنذار اختلف، المنذار اختلف. اليوم تجد ناس يأكلون الربا والعياذ بالله، يعيشون في الحرام،
في الزنا، في الربا، نسأل الله العافية. ومع ذلك يا سيدي يقول لك يعني نعمل ايه؟ المقياس اختلف والمنظار اختلف. انس يقول انكم تعملون، وانس متى يتكلم وهو حي؟ متى؟ 10 سنين، 20 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لازال في عهد الصحابة، لازال في البيئة الإيمانية، ويقول أنتم تعملون أعمال، أي أشياء مكروهة أو حرام أو سميها ما تسميها، ولكن هي في أعينكم أنتم أيها الناس في هذا المجتمع هي أدق من الشعر، يعني مش حاجة بسيطة، It's not a big deal زي ما بيقول، ولكن كنا نعدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات التي تهلك الإنسان. فكيف بنا نحن الآن؟ كيف بنا نحن الآن؟ الأمر والله خطير، الأمر خطير. ابن مسعود يقول: من أراد أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تبارك وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. طب وكيف بالذي أضاع الفرض؟ يعني والله الموضوع خطير يا أخي. يقول عليكم بهذه الصلوات فين؟ حيث ينادى بهن، في الدكان، في المصنع. والله البعض ما بيصلي، واللي يمكن يعني حلو شوية لما بيروح في الليل البيت بيجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول لك حافظوا عليهن حيث ينادى بهن، في المساجد. ليه؟ قال لك لأنهن من سنن الهدى، وإن الله تبارك وتعالى شرع لنبيكم، هو الذي علمه وبين له سنن الهدى، ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. بس مجرد السنة، ما قال لو ضيعت الصلاة، لو ضيعت الصلاة في جماعة في المسجد يبقى ضيعت سنة النبي، ولو ضيعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يصير ايه؟ يبقى في هلاك. طب ايه احنا نقول لربنا اليوم؟ لو ابن مسعود رضي الله عنه جه وشاف المسلمين اليوم نسائهم كاسيات عاريات، لو ابن مسعود جاء اليوم وشاف المسلمين يأكلون الحرام، كل حياتهم من ربا إلا من رحم الله، لو أنس نظر إلينا اليوم، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر جدا خطير يا إخوان، ولكن المشكلة أننا أصبحنا ننظر بمنظار غير إسلامي، يعني هذه النظارة ترفعها وتحط نظارة شمسية، مش ممكن أقرأ، يمكن أنت بس أنا مش هقرأ كويس، ولكن لما أضع النظارة الصحيحة الطبية أستطيع أن أرى الكتابة، النظارة الشمسية لا أستطيع. فالذي اختلف ليس هو الدين، ولكن طريقة النظر للأمور وطريقة المعيار والميزان الذي نزن به الأمور الآن. يقول كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. شوف أما أبو بكر رضي الله عنه، عشان نشوف يعني الفرق، أبو بكر رضي الله عنه يوم قابل حنظلة يقول له كيف أصبحت يا حنظلة؟ Good morning, how you doing today? قال له نافق حنظلة. سبحان الله، صحابي يعيش في بيئة الإيمان، يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وصاحبه يقول له كيفك اليوم؟ يقول له أنا عندي نفاق. ما قالوش أنا عندي صداع، عنده مشكلة أكبر من كده، الصداع والروماتيزم وكل الشغلات دي مش مشكلة عندهم، ما كانتش مشكلة عند الصحابة. تعرف المرأة السوداء
التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان تشوف الفرق. هذه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع، عندها مرض السرعة، يعني زي ما بيقولوا جدي لابس، فادعوا الله لي. فماذا قال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن شئت صبرت ولكن جنة. شغلة الدعاء بسيطة، عزم الله سبحانه وتعالى يشفيك بدعين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، صح؟ طيب. إن شئت صبرت ولكن جنة. كلمة جنة للصحابة كبيرة، عارفين مقدارها. احنا بنعرف ايه؟ الكادلاك والمرسيدس ومن الالف، لا الالف دي ما بقتش حاجة، المليون ونص المليون، ها؟ بس جنة بالنسبة للصحابة مستعد اي شيء، اي شيء على دينه، اي شيء الصحابي مستعد يضحي بيه على دينه من اجل الجنة. اليوم تعالى قول له هترفع لك السعر من 10 دولار بالساعة ل 13 دولار، بس يوم الجمعة ده يعني لازم نشغل المكاين، بس ال 3 دولار، 3 دولار زيادة. يا سيدي إن شاء الله ما اروحش الجمعة دي، الجمعة الجاية بروح. نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمرأة؟ إن شئت صبرت ولكن جنة. فماذا قال؟ أصبر وللجنة. يعني هذا بيج ديل، يعني هذه صفقة رابحة. كيف؟ خليني أتجنى أتشال أتحط، مش مشكلة، بس أخرتها ما أنا ميتة ميتة، يعني أعيش بالمرض، بس المهم إني في الآخر أروح فين؟ لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان، مش مشكلة أعيش بمرض. ولكن في مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالت يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. قالت يا رسول الله حكاية المرض دي أنا أصبر عليها طالما أخذ الجنة، بس في مشكلة. ما هي المشكلة؟ لما تجيني السرعة أترمي على الأرض وبعدين تنكشف ثيابي، تنكشف عورتي، رجلي بتنكشف، ركبتي بتنكشف. هذا كان أهم عندها. المرض أصبر عليه، ها؟ ولكن التكشف، أنا امرأة مسلمة، لا، فادعو الله ألا أتكشف. اليوم يا إخوة سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف المرأة المسلمة تخرج من بيتها متكشفة بدون أي ضرورة، بدون أي ضرورة، حتى نظن أنها يعني تسعى لأيتام ولا تستطيع أن تعمل بالحجاب فرضا. طب لماذا تخرج من بيتها إلى العمل بدون حجاب؟ يعني فسروا لي العملية دي. طب داخل المصنع وفاهمين مثلا ضرورة، أين الضرورة من بيت؟ من البيت؟ اتقوا الله ما استطعتم، والضرورة تقدر بقدرها. لا، أصبح اليوم ما في ضرورة، ما في حاجة، وأصبح الكثير من النساء والعياذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله التوبة للجميع والمغفرة للجميع، يتعمدن التكشف ويتعمدن التبرج ويخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لماذا نبيع الآخرة بالدنيا؟ أي تجارة هنا؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هذه فتن يا إخوة،
هذه فتن، وهذه الفتن كالليل المظلم، وتكسر هذه الفتن بتقدم الزمان. بتقدم الزمان تزداد هذه الفتن، وتتفنن الناس في زيادة هذه الفتن، ويزين لهم الشيطان. فكان لابد للمسلم أن يتعرف وأن يتسلح بالأسلحة التي تثبت بها قدم على هذا الدين. فلما أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لحنظلة: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، أنا عندي مرض في قلبي اسمه النفاق، أنا مش مرتاح، أحوال الإيمانية بتتغير. كيف حصل هذا يا حنظلة؟ أنت كنت في السيما أمس؟ ولا كنت في الخمارة؟ حاشاك، حاشاك. ماذا كنت تبيع بالأمس يا حنظلة؟ كنت واقف في الكونفينينس ستور؟ إيش تقولوا له الكونفينينس ستور؟ لما هو بلصني، ها؟ ولا البقالة، كونفينينس. السيفن إليفن. وبيبيع ايه؟ خنزير. وبيبيع ايه؟ خمرة. وبيبيع ايه؟ صور عريانة. وبيبيع ايه؟ بطاقات جامبلينج، قمار. ما كانش حنظلة عنده أي شيء من هذا. وقال نافق حنظلة: طيب ايه عملت يا حنظلة تسبب لك هذه المشكلة؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار، يقول لنا الجنة، ثمار الجنة، طيب الجنة، ويذكرنا بالنار، فكأنها رأي عين. فإذا رجعنا إلى البيوت عافسنا الزوجات، الواحد يروح البيت عايز يريح شوية، عايز ينام مع مراته بالحلال، عايز يلعب مع اولاده. هذا كل اللي انت عملته يا حنظلة؟ قال له: اجلس مع النبي ذكرنا الجنه والنار، فكاني انظر اليها بعيني. ولكن لما اروح البيت الدرس مش شغال، البيئه الايمانيه ليست هناك، يعني انقطع الاتصال الايماني او انخفض، ما في تذكير مستمر. سبحان الله، من انتقل من حلال إلى حرام؟ من انتقل من حلال إلى شبهة؟ انتقل من حلال إلى حلال، انتقل إلى مدارسة العلم ومجالسة النبي، إلى أن يكون مع زوجته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم لكم صدقة. ما فعل شيء حرام، ولكن قال له نافق حنظلة: إيماني عمال زي الريش، عمال يهب يطلع وينزل، في مشكلة. قال له: دي دهية بسيطة، دي دهمج بسيطة، دي دهية سودة، يعني زي انت حالتك كده يا حنظلة. طب انا كمان زيي، هيا بينا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف انت يا حنظلة؟ نافق حنظلة يا رسول الله. لماذا يا رسول الله؟ نجلس عندك تذكرنا الجنة والنار، كأنه رأي عين. الرسول يقول لهم: يحس كأنه يأكل من الجنة، كأن النار تحرق ثيابه ويتحرك. ولكن إذا ذهبنا إلى البيت عافسنا الزوجات والأولاد، وضيعنا الواحد، ريح شوية كده، ننسى، لسنا بهذه الدرجة الإيمانية كما نكون عندك يا رسول الله. قال: يا حنظلة، والله لو تدومون على ما أنتم عليه عندي من العلم والذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم. ولكن يا حنظلة، ساعة بساعة يا حنظلة،
لو تستطيع ان تخلي درجة الايمان عالية بهذه الطريقة اللي انت جالس فيها عندي وانا اعلمك ونقرأ القرآن ونسمع الجنة ونسمع نار، لو تستطيع ان انت تظل بهذه الهيئة الملائكة هتيجي تسلم عليك وانت ماشي في الشارع، وهتيجي تجلس جنبك على السرير، لان درجة الايمان اذا استمرت هكذا لتكون هذه الكرامات من الله سبحانه وتعالى. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، نحن بشر لا نستطيع ان نظل دائما في المسجد، لا نستطيع ان نظل دائما في حلقات العلم، فساعة في الحلال والساعة الاخرى في الحلال ليس في الحرام، فكيف من هو دقائق في الحلال وساعات وساعات في الحرام؟ قولوا لي انتوا فسروها يا اخي. بعدين بعد كده كل واحد حاسس ان كل شيء تمام وما في مشكلة، ولو مت بكرة انا في الفردوس الاعلى. اذا هذا الامر لابد ان نتدارسه يا اخي، ولابد ان نعرف خطورة هذا الامر، وان الامر جدا خطير. ولكن الانسان اذا اعتاد المعصية واعتاد الحرام واعتاد النفاق واعتاد رؤية الحرام اصبح لا يؤثر فيه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لان المصير قد طمست والعياذ بالله، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فاذا كان القلب قد طمس عليه وقد اعمى والعياذ بالله لا يفرق بين حلال وحرام وسنة وبدعة، فكل عنده سواء. حتى في الصلاة الله أكبر، وبعد ذلك يشرد الذهن إلى البيت إلى السوق إلى السيارة إلى التجارة، فما به إلا أن يسمع الإمام ويقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يدري أصلى أربعة أم ثلاثة، بأي سورة قرأ الإمام ولا يدري، لا يدري. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. إذا باختصار شديد، بعد أن بينا أهمية هذا الموضوع يا إخوة بارك الله فيكم، كيف نثبت على هذا الدين؟ وكيف نحاول ألا نفارقه قيد أنملة حتى يأتينا ملك الموت وتكون آخر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قلنا من هذه الأمور الدعاء. الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أو الله، يا الله، أنت الذي بيدك القلوب، وأنت الذي تحركها، وأنت الذي تفعل ما تريد، فأسألك يا من بيدك القلوب ومن يستطيع تقليب هذه الأفئدة والقلوب، أن تثبت هذا القلب على دينك. ولكن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، وبينا من أهم العوامل التي تحول بين إجابة الدعاء الدخل الحرام، الراتب الحرام، وأكل الحرام إن كان الدخل من الحلال، ولكن الأكل حرام في ذاته، فأصبح حائل يحول بينك وبين إجابة الدعوة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الرجل أشعث أغبر، أولا يطيل
يحرم السفر لأن دعوة المسافر مستجابة إن شاء الله. كذلك كان هذا المسافر أشعث أخبر، يعني مش مسرح شعره، معني الجلابية مش مكوية وعليها تراب وشعره منحكش، فبهذا يظهر فقره إلى الله. وكلما أظهرت فقرك إلى الله وضعفك عند الله كان أقرب لإجابة الدعوة. فيقول يا رب، ثم يرفع يديه، ورفع اليدين إلى السماء من أداب الدعاء ومن الأشياء التي تجعل الإجابة أقرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أن هذه الأمور قد توفرت من طول السفر وأنه أشعث وأغبر وأنه يمد يديه إلى السماء، ولكن قد حيل بينه وبين الإجابة. لماذا؟ لأن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كل واحد يفتش في نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. كل واحد عارف ايه بيشتغل وبايه بيعمل وكيف بيدخل الفلوس وكيف ينفق الفلوس، فأنى يستجاب لذلك. بعيد جدا درجة الإجابة كادت تصل إلى الصفر. لماذا؟ بسبب المأكل الحرام والمشرب الحرام وغذي بالحرام. كذلك من الوسائل التي تساعد الإنسان على الثبات في الدين تلاوة القرآن والتمعن والتدبر لهذا القرآن. فالقرآن يرد على الشبهات، لأن من الأشياء التي تجعل الإنسان يتحول على دينه عن دينه أو يبطل يصلي الفلسفات والشبهات اللي بتدخله. يا سيدي، ربنا رب القلوب، يعني هي بالصلاة والقيام والطلوع والدهن والغطا والحجاب؟ يعني كم من الناس بتصلي وغششين؟ الله، ده الكلام ده بقى صحيح؟ ده انا شفت الحكاية، الناس بتصلي وعندها تكون بتغش. صحيح ربنا رب القلوب، ويبدأ الكلام ده يزينه لك الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في وحي الرحمن وفي وحي الشيطان. فالشيطان بيلبس على الناس، وعنده أساتذة، عنده طلبة بيخرجهم بعدين يصيروا أساتذة يقولوا للناس. طب يا أخي، يعني طب ده أنت راجل مسكين، أنت عندك أربع أولاد، يا أخي لا ضرر ولا ضرار والضرورة لها أحكامها، ويبدأ يفتيهم. هذا أصلح ليه؟ نعم يسيبك، أصل الشيخ مش عرفه، خلينا نروح بكره للبنك ونوقع البتاع دي. يا عم ده فتحوا بنك وبيقول لك الفائدة مرة قليلة جدا 3%، يعني هي 3% دي اللي هتوقف الدنيا، مش هتدخلك الجنة. 3% ده مش زي أمريكان بنك 17، ده 3% ويلبس عليك ويدخلك شهوة. فانت بتقرا القران وتسمع واحل الله البيع وحرم الربا، يا سلام، وتسمع ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، يا سلام، تنزل بردا وسلاما على قلبك. تدبر القران يرد على الشبهات هذه ويبين لك ما هي الحاجه. يقول لك ما اصلا عندي حاجه وعندي ضروره وعندي اولاد وعندي وعندي وعندي. فوالله ما هو ما يقولكش على الحديث التاني، لا، يجيب لك شبهات. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فاذا تدبر القران، لما تسمع ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب، ينزل هذا الكلام برد وسلام على قلبك، يقوم يثبتك.
يقول لك اه لو اتقيت لرأيت. علي ان اتقي الله، علي ان اتقي الله، علي ان ابتعد عن الحرام، علي ان افعل كذا وكذا. فالقرآن تدبر القرآن. لما تقرأ القرآن وتجد ان يوسف عليه السلام نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم في السجن. طيب يوسف عمل ايه؟ زعلان وصعبان عليك نفسك، خدوني بدون اي شيء ولبسوني تهمه. احنا قلنا بلاش المسجد ده من زمان. انا مش ابني نصحتك وقلت لك احلق لحيتك وبطل صلاه الفجر في المسجد؟ ما سمعتش كلامي؟ شوف اللي حصل لك. الله صحيح، ده اللي عم ابراهيم اللي قال لي عليه ده ده صح. طب انا كان حصل لي مخبوط في عقلي ما سمعتش كلامه، خليتني اقول سنه السنه واللي احنا صلاه الفجر. طب ما كنت صليت في بيتي وانتهت القضيه. اها لبس عليك الشيطان. ولكن لما يقرا ويشوف ان نبي الله يوسف الجمال والكمال والحكمه وكل هذا في السجن، طب عمل ايه يوسف؟ عمل ايه؟ راح السجن. صح ولا مو صح؟ وابتعد عن الحرام وفضل انه يدخل السجن. قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه. يقوم تدبر القران يغير هذه الوساوس ويخليك تثبت ويعرف ان كل شيء بقضاء الله وبامر الله. بس انظروا يا اخوه، سبحان الله، انظروا تدبروا. يعني يوسف لما دخل السجن كان مجرم؟ ردوا عليه. كيف وصل الى الحكم؟ سبحان الله، دخل السجن عشان يصير الوزير بعد كده. كيف لله سبحانه وتعالى حكمه وتدبير الامور؟ وكيف تصبح النقمه او المشكله او النقمه التي تنزل على الانسان؟ ولكن اصبر، فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. اصبر وللآخرة خير لك من الأولى. إن مع العسر يسر. فما لا تقرأ القرآن. طيب ويوسف كان مين اللي يعرف عنه؟ من كان سيعرف بوجود يوسف لو ظل يوسف عليه السلام؟ لا راح البيت ولا راح عندك، اترمى في البير عشان يجي واحد ياخده، وبعدين يروح يبيعه، وبعدين يشتروه، وبعدين بعد كده يروح في التهمة هذه عشان يدخل السجن، وبعدين يدخل السجن عشان بعد كده الملك يدور مين اللي يقول لنا على تفسير الحلم هذا؟ اه انا اتذكرت كان في واحد معايا وقال لي اه. طب جيبوه خلينا نسمع. فسر يا عم. الله الله الله، ده بيفسر صح. لا جيبوه دور، ده ينفعنا، ده ينفع معانا. حطه هنا كاتب. لا ده نعرف اكتر. وايه كمان؟ تعالى بقى، ده انت تصير الوزير، وبعدين بعد كده الحاكم بيموت يصير هو لا اله الا الله، بعدين ربنا يجمعه هو وابوه واخوانه كله لا اله الا الله. فانت بتمر في نقم وتمر في مثل هذه الاشياء وتمر بهذه الاشياء، ولكن الله سبحانه وتعالى لسبب ما جعلها فاصبر وسترى ان شاء الله. هذا يكون كيف الثبات بتدبر القرآن. الله المغضوب عليهم ولا هم الضالين آمين. ويسير الأطراح آمين آمين آمين. مات خلاص الدين ياسين وانتهى، والتاني الجمعة وامشي، والتاني عبس وامشي. بس ايه هو اللي هناك؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم من فوق الليل بآية واحدة، بآية واحدة تدبر يتدبروا آياته. إذا تدبر القرآن يا إخوة بارك الله فيكم يذكرنا بقصص الأنبياء وما دار بينهم وبين أممهم وعاقبة المؤمن وعاقبة الكافر. كل هذه الأشياء بتدبر القرآن، تلاوة القرآن، التمعن في القرآن، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث للصحابة وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد ويضربوه ويقول لهم احد احد.
أحد أحسن. ولكن هذه المحن التي تمر بالناس تجعلهم كالذهب الخالص، لأن الذهب لما بيخرجوه من الأرض مليان وسخ، تراب وخشب وأشجار وكل شيء، يحطوه في النار يطلع بعد كده الذهب، يطلع الذهب والباقي بيروح كناسة زبالة تماما، يطلع الذهب. فالإنسان بالأمراض وبالاختبار وبالنقم وبالمثل هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يثبته ويقويه ويرفع درجاته ويكفر من سيئاته. كذلك يا إخوة بارك الله فيكم، زيارة القبور من الأشياء التي تثبت الإنسان على هذا الدين، تذكرك بالآخرة، حضور الجنازة، تغسيل الميت، رؤية المحتضر، كل هذه الأشياء أكثروا من ذكر هذه اللذات. الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا عندنا عادات عند كثير من العرب وفي البلاد والقرى، إذا تكلمت عن الموت أو عن ميت يقول لك اذكر لنا شيء خير، غير السيرة هذه. لا إله إلا الله، شوف العادات أخذت مكان كثير من السنن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات، وإحنا توصل تلاقي جدتك تقول لك يا شيخ فر الله وأنفالك ليش تذكر لنا الموت الآن، اذكر لنا سيرة طيبة. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تروح تزور القبور تلين قلبك، لعلها تجعل دمعة تخرج من عينك، لعلها تأتي بتوبة إلى قلبك. زيارة القبور، رؤية الموتى، صلاة الجنازة، فتجعلك تستشعر هذا الموقف وتعلم وترى بنفسك أن هذا الرجل أو هذه المرأة قد خرجت ليست عليها إلا هذه الثياب الثلاثة أو هذه اللفائف الثلاثة، لم تخرج بشيء آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشجعنا على الإكثار من ذكر الموت، وكذلك يقول أنه قد نهانا عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فلما تكون دائما الآخرة في ذهنك، هذا يكون سبب من الأسباب التي تثبتك على هذا الدين وتجعلك يعني تتشبث بجذور هذا الدين حتى تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على خير حال إن شاء الله. كذلك من الأشياء والوسائل التي تساعد المسلم على الثبات على دينه بإذن الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح، العمل الصالح والإكثار من العمل الصالح. فالله تبارك وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا ربنا الله، ثم انتهى. يا سيدي ربنا رب القلوب، يعني إمام الصلاة، يعني اللي بيصلي خلاص كفر، يعني يا سيدي خلاص اللي مش مغطية مش مسلمة. كم من نساء مغطيات وبيعملوا كذا وكذا، طب احنا مالنا ومالنا؟ هذه ما هي مشكلتنا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لابد من الاستقامة، لابد من العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بس لا إله إلا الله محمد رسول الله ما في الصلاة، أي إسلام من هذا؟ أي إسلام من هذا؟ لا يا سيدي، تبغى تروح الجامعة وتبغى تروح تصير موظفة وتبغى تشيل يعني سيلفون معاها وسامسونايت بريف كيس وسوت ثري بيسز، خلاص شغلة إسلام وحجاب. هذه أيام النبي بقى، إحنا مش أيام النبي، إحنا في دنيا تانية يا سيدي. ها أصبح دلوقتي الكعب العالي وشنطة سامسونايت، بيزنس وومن لك بيزنس مان، ولابسة بنطلون وقميص وكرافتة والشعر ألا درسون، واخد بالك؟ تكرر الفرنسي.
والشعر على جرسون، وبعدين بعد كده كمان والبزنس كارد وشيك هاندز فيرست، واخد بالك، ونايس ميتين يو، وتديك البزنس كارد بتاعها، ولما تجي لها مكتبها تروح داخله ومجلساك قدامها وتقفل الباب يا سيدي. اقفل الباب يا ولد يا عثمان، اقفل الباب. ليه؟ لان عايزين الشيطان يستضيف القاعه، لان ما اختار رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثه. يا سيدي الشيطان مين؟ احنا ناس هذه ايام لما كان الشيطان بيشتغل. الشيطان ما بيشتغلش لانه خلاص فقد الامل منك. الشيطان بيضل يجري وراك لما يجد فيه ايمان في قلبك، ولكن لما خلاص لك بيقول لها ديد كيس، يعني الفايل دي مش نافع، خلاص بيسيبها بيتركها. ها؟ دور على حد تاني. اذا لابد قالوا ربنا الله ثم الاستقامه. ماذا يحدث؟ تتنزل عليه الملائكه. ونزول الملائكه يساعد في التثبيت. نزول الملائكه يساعد في التثبيت. بعدين كذلك بما يقولونه وبما يستشعره المؤمن. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا. احنا اصحابكم، احنا اصدقائكم، احنا المعاونين ليكم في الحياه الدنيا بعون الله تعالى. وكذلك في الاخره. فاذا الالتزام بشرع الله والاكثار من العمل الصالح. كذلك التربية الصحيحة. التربية الصحيحة وخاصة منذ الصغر، أن نربي أولادنا على الدين وعلى الإسلام وعلى التضحية وعظمة هذا الدين وعظمة هذا النبي، وأن الإنسان لا يفرط في الصلاة مهما كانت الأمور، لأن هذا يعني الشجرة إذا كبرت وتحاول تعدلها خلاص استوليت زي ما بيقولوا، ولكن لما تعدل الشجرة في بداية الأمر تستقيم. تستقيم. ها؟ فلا بد من التربية الصحيحة في بداية الأمر وفي نعومة الأطفال حتى ينمو معهم هذا الإيمان. فالإيمان كالنذرة، كلما يعني أضفت إليه ماء وأضفت إليه السماد هو يترعرع ويسمد ويكبر وهكذا. فالطفل تبدأ معه من البداية. وترى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أم سلمة، قال له قل بيميني، سم الله، قل بيميني، قل مما يليك، وهو طفل. قال لك يا عم اليوم كيف تتربى الأطفال على ميكي ماوس والكرتونز، ها، وسبوكي نوكي بوكي وتفري كولي؟ هذه التربية. يعني كيف ترى هذا الجيل الجديد كيف يفكر؟ ما في ثبات أصلا، ما في قواعد. أصبح كالبيوت التي يبنونها الآن. أيام زمان في الأربعينات والثلاثينات حتى هنا كان يبنوا بالمسلح والطوب والدبش. اليوم بيبني البتاع من خشب، حتى ما صار خشب خشب، بيجيبوا التفل والزبالة ويضغطوها الخشب ده، بيقولوا جهزوه، عايز تبني في الحتة دي؟ بعد شهر بتلاقي البيت كامل. لو بس واحد واحد منه السيجارة البيت كله ولع. بتاع زمان كانت الدبابة تخش فيه، الدبابة لازم تخش وترجع تخش وترجع عشان يزيل البتاع. فاليوم الجيل الجديد نسأل الله العافية، فين بذور الإيمان؟ فين التربية الصحيحة؟ فين معرفتهم بالصحابة؟ عنده التلفزيون وما بقاش تلفزيون دلوقتي، دي موضة قديمة، نشوف إن أنا يعني أم نوت أبديتن يعني. تلفزيون، بيتكلم على التلفزيون. اليوم الأولادنا بتمشى تجري شايلة البتاع ده، أنا مش عارف اسمه لا مؤاخذة. اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ لا بول أب باي بات أي باي بات، أنت باين عليك أنت كمان دقة قديمة زي. نسيت حاجة كده، لو أنت في إنترنت على طول يروح شابك فيها وما ينزل. ها؟ واقف إيه؟ أي دونت نو سمثينج بحوالي 200 300 دولار. ها؟ وات ايفر يو نو وات ام توكينج اباوت. لو جلس لو جاء يبقى احنا هنا عمالين في الدرس وهم عند الشو شيلف، كل واحد عمال يعمل فيه بينزل لك داونلودز من الانترنت وبيتفرج على اي حاجه ويشبك على الانترنت. التلفزيون مش فاضي انت، تلفزيون تلفزيون في البيت تروح. ها؟ مفيش. لا دلوقتي ممكن هي لعبه بسيطه كده ياخدها معاه، عليها لعب، عليها برامج، بيداونلود عليها
الميوزك بيعمل يقرا الانترنت الايميل بتاعه ومعاه سيلفون. احسنت يو ار رايت بي اس بي يو ار رايت. لا ما قلت له 200 300 هو عرف. الله يعين ابوك عليك. ساعه التلفزيون والدي في دي والشغلات حاجات قديمه دلوقتي. هذا معاه بيشيلها مطرح ما بيروح. والله يا اخوه يعني هذا وحش اصبح فقير جدا. يحدثني والدي رحمه الله عليه الله يرحم اباتنا وامات المسلمين، ذهب يعني هاجر الى مكه في تقريبا 52 53، اي دونت نو، لانه كنت لسه طفل صغير. يقول لي يا ولدي لو لما كانوا المتطوعين من بتوع الهيئه يعني هيئه الامر بالمعروف رجال يمشوا واخد بالك يقول لك صلي اعمل كده سوي كده يامرونا بالمعروف عنهم امر. يقول لي يا ولدي كان لو المطوع يقولوا له المطوع اللي هو مسؤول يعني لو مر وسمع راتب هذا 50 53 في الحدود دي يعني حوالي ما يقرب من 50 60 سنة. لو سمعوا راديو، عارف الرداوي زمان يعني كان حتى الراديو قد الترابيزه، قال لي لو سمع راديو داخل البيت داخل البيت قال لي ياخذه صاحب هذا البيت وياخذه هذا المذياع ويضرب امام الناس امام الحرم يوم الجمعه تعثيرا له على هذا ويكسر هذا الراديو ويعطى غرامه. اوكي؟ شوف هذه بس حوالي 55 سنة. يريد الله سبحانه وتعالى لي ان انا احضر وهو يكلمني الكلام ده ونحن في مكه. واعيش الوقت الذي ارى فيه التلفاز والله ليس بينه وبين الحرم وبين الكعبه اكثر من انك كروس ذا ستريت، تعدي بس كده اهو. وبعدين اغاني لبنانيه وموسيقى وكل شيء ونساء كاسيات عاريه. قلت له كيف؟ والدي يقول لي كان مذياع بس مذياع صوت ما في صوره. كيف انتقل من خلال فتره 40 سنة؟ يعني هو شويه بشويه ولكن وصل ان التلفزيون الناس جالسه على القهوه والشيشه ليس بينه وبين الكعبه اكثر من انك يعني تذهب الى الجراج هذا حق السيارات حق المركز. ها؟ بل يا اخوه اقول لكم والله يشهد عندنا هناك ناحيه الحجون وهناك في المقبره اللي مدفون فيها كثير من المسلمين وبعض الصحابه اظن امنا خديجه رحمه الله عليها رضي الله عنها كذلك مدفونه هناك وبعض الصحابه. المعلى هنا اللي هو مكان الدفن وكروس ستريت قهوه عليها التلفزيون والناس جالسين المقابر هنا. ننتقل اليوم بعد 20 سنة تجد الدش في مكة والمدينة. ساتلايت دايركت 50 قناة 70 قناة 100 يعني الله أعلم. أنا ما أظن الفتن بلغت ذروتها كما بلغت في هذه الأيام. وبعدين نحن لازلنا نحن الادمي بعينين ولسانه وشفتين وضعف واحتمال يعني مقاومه. كيف تقاوم؟ ما هو بسيطه يا اخي. والرسول صلى الله عليه وسلم بدا يعني بين انه سياتي زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. تعرف الفحم اللي يولعوه ويشفوا عليه؟ يمكن تقدر انت من شهوة الاكل والطعام تشد قطعة الكباب وتحطها، ولكن تصور هل تستطيع ان تأخذ هذا الفحم وتمسكه في يدك؟ يأتي الوقت الذي يكون القابض على دينك. إذا صحيح عايز تتمسك بدينك ستكون كالذي يقبض على الجمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية.
كذلك مما يساعد على الثبات على الإيمان الصحبة الطيبة. الصحبة الطيبة. ولابد أن كل منا يبحث عن هذا الإنسان، سواء هو من نفس البلد أو يتكلم نفس اللغة. الصحبة الطيبة، الأخوة في الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا طيب جدا، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافع الكير. الصديق الأخ المسلم الذي إذا ذكرت أعانك وإن نسيت ذكرك. ما هو الإنسان اللي يقول لك أبو أحمد جاهز الليلة؟ يا شباب على فين؟ والله ده سمعت الفيلم الجديد أنا نزل. طيب خلينا عد عليا لأن السيارة مش شغالة. لا حول ولا قوة. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت ترة عليهم يوم القيامة. أي مجلس ستجلس فيه ما تذكر بالله ولا صلاة على الرسول هيكون ندامة عليك يوم القيامة. وصاحبك أبو أحمد ولا محمد ولا الثاني ها جاهز الليلة ولا يهمك يا شباب على فين؟ مطرح ما تروح بس تعالى خذني مش مهم. طب إيه رأيك فلانة؟ يلا طب يلا عدني. هذه ما هي صحبة، هذه ما هي أخوة. ولكن الإنسان يبحث عن الإنسان المخلص الذي ينصحك في الله والذي تستحي أن تأتي الحرام في صحبته. ما يكون إنسان معين لك على الشر والعياذ بالله ويكون معينا لك على الحرام، لابد من هذا. وكما يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. فانت ابحث مين اللي هيسحب، على اي طريق هيسحبك. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى والاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله والاكثار منه يبعد الشيطان عنك ويجعلك دائما في صحبه الرحمن ويثبت قدمك، خاصه في الامور التي فيها خطوره وفيها جلب وفيها يعني تتحرك القلوب وتبلغ الى الحناجر. فاذكروا الله كثيرا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ان شاء الله حتى ما يعني نطيل عليكم وربما يكون هناك بعض الاسئله يعني لعل نكتفي بهذا ان شاء الله. ويا إخوة إن شاء الله حاولوا تذكروا دائما ويعني تصفحوا صفحات العلماء والصبر على البلاء الذي أصابهم والصحابة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بمثل هذه الأمثلة الإنسان يعني يقوى الإيمان في قلبه ويستهين ويستحضر هذه المحن التي تمر علينا ويقول يا أخي هؤلاء الناس يعني كما الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه خباب وقال له يا رسول الله ادع الله لنا ألا تستنصر لنا. يعني يشوف يا رسول الله ده بيشتمني بيقول لي كذا، ده مش عارف رمى علي طوبة رمى علي حجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس فكأنه استنكر عليه. يعني مثل هذه الأشياء التي أنت تمر بها، يعني مر لو مر بك الأشياء التي تزلزل الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الآية الأخرى يقول حتى حتى وزلزلوا ايش بدايتها؟ ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني احنا سمعنا عن زلزال في باكستان، زلزال في مصر، زلزال. ولكن هل سمعت على كلمه
زلزل يعني تهديش. سبحان الله. بعدين انت بتتكلم على مين؟ كأي من نبي قال ايه اهتم أتدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء. وهذا كان بس مجرد مس ها والضراء. وزلزلوا. ولما البين في الآية الثانية يقول لك وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فيا إخوة يعني تزلزل الإنسان يزلزل من الداخل بسبب المصيبة. فلما الإنسان يمر عليه شغلات تذكر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث للصحابة، ما حدث للإمام أحمد، ما حدث للإمام ابن تيمية، ما حدث لفلان وفلان. ها؟ فالرسول رحمه الله صلى الله عليه وسلم جلس قال والله من كان قبلكم كانوا يحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها الرجل ويوضع المنشار في مفرق رأسي حتى يقطع في الخدين ما يصده ذلك عن دين الله. وكانوا يمشطون بأمشاط الحديد بين الجلد والعظم ما يصدهم ذلك عن دين الله. والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى الله إلا الله والذئب على غنمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكنكم تستعجلون. المشكلة هي الاستعجال. ولكن انظر إلى ما حدث للأمم من قبل. يعني تصور الطغيان وصل إلى درجة أن يؤخذ الإنسان ويوضع في الحفرة وينشر بمنشار وهو حي. ما في بنج ما في أي شيء ينشر نشرا ومع ذلك ما يرده ذلك عن دين الله. ايش اللي حصل لي ولا حصل لك؟ ها؟ قتل. الانسان لا يفزع. والانسان يعلم ان في ذلك رضا الله حينما ينزل به البلاء وعليه ان يثبت وعليه ان يضرع الى الله اكثر وعليه ان يقوم الليل. لا يجعل مثل هذه المصائب والاشياء يعترض عن دينه والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا الثبات وللمسلمين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن الله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم برحمته. الأخت تقول أخي في الله أرجو نصيحة الإخوة والأخوات رواد المسجد فيما يتعلق الأخوة في الله. نصلي في الصف الواحد ولكن القلوب مبعثرة. الواحد منا لا يعلم بأخيه إذا أكل أو شرب، إذا مرض أو مات. حتى مجرد السلام أصبح بالوجوه أصبحنا نبخل بالسلام، فما بالك بالمال. حدث ولا حرج. علينا أن نحب بعضنا البعض وأن نعيش وأن نعين بعضنا البعض حتى نكون مجتمعا قويا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الكاتب أو الكاتبة لهذه الوريقة، وأن الله سبحانه وتعالى يديم هذا الود بيننا. وأذكر الإخوة والأخوات بأن من الذين ظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ورجلان تحابا في الله، سواء رجلان أو امرأتان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. فالأخوة في الله لها أجر عظيم. فالله تبارك وتعالى يظل هؤلاء الناس الذين تحابوا من أجل الله وتزاوروا من أجل الله، يظلهم تبارك وتعالى تحت عرشه. وفي هذا اليوم الذي تدنو منه الشمس من الرؤوس حتى لا يكون بينها وبينها إلا قدر مين، ويعرق الناس ويصل العرق إلى الركب وإلى السرة وإلى المناكب، ومنهم من يغمره العرق والعياذ بالله يغرق في العرق. فالأخوة والحب في الله والمتحابون في جلال الله يقومون على منابر من نور يوم القيامة.
يهبطهم الأنبياء والشهداء، فهذا لا يكلفنا الكثير. السلام، السؤال عن بعضنا البعض، ونجعل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى، نفعله من أجل الله، أن احنا والله يا إخوة في أحوج ما نكون إلى الحسد. ولا والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن شاء الله نحاول قدر الاستطاعة أن نخلص النية، تكون العلاقة بيننا وبين بعضنا من أجل الله تبارك وتعالى. تفضل الشيخ. لا أعرف التاكسي أخي المغربي، كأنك من المغرب، ولكن أعرف التاكسي والتاكس. التاكسي هذا كل واحد يعرفه، تقصد التاكسي؟ طيب معلش، أنا من باب بس يعني المراقبة، لا أكثر ولا أقل. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم، فإن شاء الله عشان يعني نطبق السنة، ما يقولش الراجل ده بس جاء بكى وبكانا ومشي، لا إن شاء الله نبتسم يعني. بارك الله فيك. طيب. فمعظم الاخوة يعني بيشتغل، منا من يشتغل وان شيفت الخامسة الصباح الخامسة، منا يشتغل واحد يعني يوم الخمسة الساعة الخامسة صباح. نعم. فمعظم الزبائن يسألون يعني لا يعني معظم الصباح نعم 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 نعم. هذا يعني السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني. أقدم علي بس شوية شوية. جزاك الله خير. إن شاء الله أخي أقول والله أعلم قبل أن أقول. وكذلك أسأل أهل الذكر، فأنا ما أقول ولا أدعي أنني من أهل الذكر. ولكن الأصل في هذا العمل، واخد بالك، أنه لنقل الناس وليس لحملهم إلى الخمارة، والأصل في المطعم هو الأكل وليس الشرب، أليس كذلك؟ وقد يأتيك مثل هذه الحالات يعني مرة كل 10 أو مرة كل 20. ولعلمك يعني أنا سبق لي أن يعني ركبت تاكسي وعملت على تاكسي وأون تاكسي كمباني، حتى ان انا يعني كنت احاول ان اكون داعية من نفقات الخاصة، ولكن ما فلحت في ذلك، ما استطعت ان اوفق بين عمل والامامة على اي حال. فانا ادرى، ولكن كنت احاول ان ابتعد بقدر الاستطاعة عن الشغل، فكنت لا اعمل الا في المطار، والمطار عادة رايح بزنس، ولكن قد تطلع لك واحدة من خلال كل التوصيلات، كل اسبوع راح المطعم ده يعني وديه المطعم. اما بتاع الخماره هذا فاقول له يعني هو خلاص تنزل اقول له معذره يعني اي ماي كول از فينيش اور اي هاف تو جو بيكوز ماي شيفت از فينيش اف يو اند اي ار بي جلاد يو اندرستاند ذات اي كان كول انذر كافي ان ا نايس واي. إذا استطعت إن أنت من البداية إن هو قال لك المكان الفلاني، قل له معذرة I have a call. يعني إلا إذا إن أنت علمت إن بهذا يعني سيفصلوك من هذا العمل. فيمكن إن أنت يعني تعرض في الكلام. ها؟ وتقول وتعتذر لهم. فإذا الأصل في العملية كلها أن نقل الناس من مكان إلى مكان، والعام أنها الناس تروح أماكن. شغلة الخمارة بتطلع يعني بتكون اكسبشن، ما هي الدائرة. فلا أرى في ذلك شيء، ولكن إذا اضطررت فأنزل به ولكن لا تحمل. والحديث الوارد إن شاء الله فهمي له، وقد أكون مخطئ ودائما قد يعني أقول هذا في الأول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الحامل لهذا الأمر، أنت حامل للرجل، أنت ليس حامل للوصل للخمر. فاهم علي؟ وحاملها يعني اللي هو حتى انه يساعد انها تروح للدكان او للزبون او شيء زي كده. والله اعلم.
أما أخي باختصار، لو تستطيع أن تجد عمل آخر يكون 100% حلال ما يطلعلوش ولا واحدة كده في الأسبوع، فهذا أفضل لك. أما إذا ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم، وإن شاء الله لا أرى عليك حرج، تنزله وتهرب بعد ذلك بطريقة لبقة. السؤال الثالث بعدين يعني حتى برضك للتسجيل، لأن أنا عارف أنه يسجل عليا ويسجل عليا في السماء قبل أن يسجل في الأرض، ما أقصد التاني بتاعي. حد منهم هنا؟ والله ما زي يا سيدي، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اهدنا. على اي حال هو يسجل في السماء قبل الارض، ولكن انصحك اخي ان تاخذ هذا لعالم. انا لست عالم، انا لست عالم، انا طالب اردواي بعلم. اذا هذا امر عليك، اذا يعني هذا مجرد انا قلت لك شيء حتى تجد العالم، فاذا وجدت العالم فاساله. خلاص سجلت. نعم السؤال الثاني هو يدعون انهم اسلاك من فين تعرف؟ انا اعرف. طيب والله سمعت يقولون غايدنس وما اظن انها غايدنس، وما أظن أنها غايدنس. المهم طيب، فهل شراء عن طريق هذه المرحلة يا أخي؟ إن هناك شيء بيع وشراء لا يقبل لا يسمح لك أن طيب أسألك سؤال يا أخي، يعني أنت بتدفع أقساط للجايدنس صح؟ لو تأخرت في قسط ما ماذا يحدث؟ أي يزيدون السعر عليك؟ طيب لما تدري أقول لك، ما هذه مشكلة يا أخي. يعني أنا ما أظن، ما أظن أن هؤلاء الناس على هدى كما يدعون، ولا أظن أن معاملتهم معاملة إسلامية حقيقية، لا أظن ذلك. ولكن أخي الفاضل، إذا وجد البديل لماذا نندفع إلى مثل هذه الأشياء؟ إذا وجد البديل، إذا أنت لست هناك بديل فهذا شيء آخر. هل أنت يعني خلاص ما أنت واجب شقة لازم تعيش في بيت؟ أخي سبحان الله، هذه فتن أخي، عايزين الثبات. إحنا نتكلم عن الثبات. أتدري ما معنى الربا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول درهم واحد يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 ثانية. أشد، ما هو أشد من 36 ثانية والعياذ بالله. وفي روايات أخرى ومنها أقله أن كأن ينكح الرجل أمه. يا أخي ابتعد عن هذه المشاكل يا أخي، ابتعد عن المسألة. الله العافية يا أخي. كم بقى لك في أمريكا؟ 5 سنوات. بقى لي 31 سنة لا أملك غرفة، ما هو بيني ولا شخص. إحنا هنا تبريري يا أخي، إحنا هنا مؤقت، إحنا هنا مؤقت. خليها تعدي على خير يعني، خليها تعدي على خير. يا ابن آدم، إذا أصبحت آمناً في سرك، معافاً في بدنك، عندك قوت يوم، يوم واحد، ما تملك بيت، قوت يومي، فقد حيزت لك الدنيا، اتركها يا أخي، اتركها، دعوها فإنها مدنة. تفضل يا أخي. الناس تقبل الجرس نهاد نهاد أظن نهاد. شوف تفضل أخي.
والله أعلم أنه مقيد بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم نرفع فيه، وما لم يرفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نرفع فيه. هذا الذي تسأل؟ نعم، هذا هو والله أعلم. السنة فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الكحل المرأة المحجبة أو المتنقبة عينيها ظاهرة خارج البيت؟ أقول والله أعلم أن للمرأة أن تتزين لزوجها في بيتها، فإن أرادت أن تخرج فلتغسل وجهها قدر المستطاع، ولكن لا يصح للمرأة أن تبتحل عند الخروج. لا تبتحل للخروج للخارج، ولكن تبتحل لزوجها في الليل. فإذا أرادت أن تخرج في النهار فلتغسل بقدر الاستطاعة. والعلم الأخوات أن الكحل، معظم الكحل الذي هو الآن، هو للزينة وليس للشفاء كما كان يستخدم عند الصحابة. معظم الكحل هذا كحل زينة، والكحل أصلاً إن هو يعني علاج للعين، وكان بعض طبعاً في، ولكن يعني المتعارف عليه أنه كالكحل الأسمر وهذه الأشياء، أن هذه أشياء يعني تقوية النظر. فأصبح اليوم المرأة إلا من رحم الله كثير من النساء في البيت ما في لا كحل ولا ريحة ولا بخور ولا قميص نوم ولا 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 وحدث ولا حرج. فإن أرادت أن تخرج العباية مكوية والكفتاليج ده ولا اسمه إيه بتاع البخاخ والكحل وما أدري، نسأل الله أن يرحمه. غير متبرجات بزينة، ما رأيك في النحس؟ والله ما نعرف إلا عمالين يحطوه ده ويحطوا حاجات كتير يعني. ربنا سبحانه وتعالى يعني يرحمنا ويرحمهن إن شاء الله. ما رأيك في زواج المسمار؟ المسيار هل يجوز أم لا؟ إن شاء الله يا أختي بارك الله فيك اشرحي لي ما من زواج المسوار، ثم أحكم عليه إن استطعت. جزاك الله خيرا وجزاك كذلك. أطلب منك فك، أظنها فك. هناك أخت ترفض طلب جهب الإنجاب، فهي لديها طفلين اثنين فقط أصغرهم 5 سنوات، وتقول أنها تتعب في عمل البيت ولا تستطيع أن تتحمل طفلا آخر. زوجها يعمل دكتور تخدير، طب خلاص يخدرها ويخليها تخدير، وهو يحاول قدر الإمكان مساعدتها على الأقل في إيجار في أجازة نهاية الأسبوع، ويحضر امرأة لتساعدها كل أسبوع، ومع ذلك لا تكتفي. أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أختي توكلي على الله، وإن شاء الله زيدي عدد الساجدين لله والساجدات، ولو تعلمين ما في هذا الأمر من الثواب. لا قبلت يدي قبلت يدي زوجك لتحملي ويكون لديك طفل ثاني.